صفحة 192، درس قوانين من اللاوس والشلة. في عنا أربع قوانين، كل واحدة على اسم العالم اللي اخترعها، من لاوس والسيفا، كارنوت وستيوارت. صفحة 192، قانون الأول، قانون من لاوس. إذا عندنا مثلث A B D، هلأ مدينا الضلع B D إلى أي نقطة بدنا إياها؟ وقفنا هون عند C. هلأ من C رسمنا قاطع للضلعين الثانيين، فقطع ب F و E. شو راح يتشكل معنا؟ 1 2 3 4 5 6 قطع. في رح يصير في علاقة بيناتهم، هي بالشكل بأحد شكلين. إذا بلشنا من عند الرأس A ومشينا هيك، A اللي هو طول الضلع AE على AB كله، يعني A زائد B ضرب C على D، بعدها بنفوت لجوا ضرب E على F، يعني هاي وهاي ما دخلوا بالحسبة. ايمت بدخلوا بالحسبة؟ اذا بلشنا من عند J ومشينا هيك، فD على D زائد C ضرب B على A، هلا منفوت لجوا ضرب G على H، وهدول ما بفوتوا بالحسبة E و F. ايوه سؤال الأول. هلا هدول دي بي ودي سي ما معروفين، مثلا هاي تي وهاي تي مع انهم متساويات. فإذا بلشت من عند A، فاثنين على ستة تي على تي، أربعة على إكس، تمام تزبط. فإذا اثنين على ستة ضرب ضرب بيساوي واحد. أيوة اثنين على ستين واحد على ثلاثة، فأربعة بيساوي ثلاثة إكس، تالي إكس بيساوي أربعة على ثلاثة. السؤال الثاني برضو، AE و EB اثنيناتهم T، إذا بدأنا من عند A T T ما بيمشي الحال، لأنه في عندي هون تنتين مجهولات. طيب إذا بدأت من هون كمان هدول التنتين مجهولات، طيب شو بنساوي؟ معناتها بدي أشتغل على التنتين ويطلع معي معادلتين. فمثلا هاي A وهي B. هلا من هون بنروح هيك، ف ت على 2 ت ضرب A على B، ف 2 على 4 يساوي الواحد، ف A بيساوي B صار، لأنه 2 مع 2 بتروح، لا A بيساوي 4 B. هاي أول علاقة. تمام. الثانية، إذا بدأت من عند J ورحت هيك، D على A زائد B، T على T ضرب، أيوة. هلأ الـ A بتساوي 4 B، معناتها B على 5 B عشرة على خمسة اثنين
عشرة على خمسة، لا البي مع البي بتروح، عشرة على خمسة اتنين، فا إكس تساوي اتنين. السؤال الثالث، إذا أخذت A، هلا مو هيك من هون، إكس على إكس زائد ستة، خمسة على، طيب معناتها في عندي أول شيء شوية حسابات، هذا قائم شلون بدي أستفيد منه؟ إذا هاد ستة ودي بي، دي بي عشرة، دي فكم بيطلع سي بي؟ ثمانية، معناها هاي ثلاثة. هلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ما تمام زبطت. فإذا إكس على إكس زائد ستة ضرب خمسة على ثلاثة ضرب ستة أربعة يساوي واحد. الستة وثلاثة بضل اثنين، اثنين على أربعة بضل اثنين تحت، فخمسة إكس بيساوي اثنين إكس زائد اتناش، يعني ثلاثة إكس، فإكس بيساوي أربعة. القانون الثاني، قانون سيفا، هلا نحن أخذنا قبل المنصف والمتوسط إنه بيتلاقوا بنقطة واحدة، يعني كل واحد في له خصوصية ما. هلا هون إذا رسمنا خط لأعلى التعيين، يعني أي إف ما أنا متوسط ولا منصف، هيك أي خط، و بي إي كمان خط آخر تقاطع معه، بس حددت نقطة التقاطع، برسم سي دي بحيث يتقاطع معهم كمان، فراح ينقسم كل ضلع لقسمين ما متساويين، ممكن يكونوا متساويات هي حالة خاصة، بس ما بالضرورة يكونوا متساويين، راح يتشكل معي علاقة صفر اللي قالت، واحد A واحد لا، يعني A ضرب J ضرب E، A ضرب J ضرب E، بيساوي اللي تركناه هون B ضرب T ضرب A. سؤال أول، هلا اي دي تي وهي تي لأنه ما بنعرفهم، فهلا رح يصير في اختصارات بيناتهم، فتي ضرب اكس ضرب اكس بيساوي تي ضرب أربعة ضرب تسعة، فتي دي اكس بي اكس بيساوي تي بي اربعة بي تسعة، فتي وتي نختصرون ضل عنا اكس مربع بيساوي ستة وثلاثين، يعني اكس بيساوي سؤال الثاني، اي بي بيساوي ثلاثة اي اف، اي بي بيساوي ثلاثة اي اف، يعني اذا كان هاد مثلا ام فهاد 2 ام لانه هي كلها تل... اهلا وهاي تي تي ف ام ضرب تي ضرب 6 ام بي تي بي 6 بيساوي 2M بT بX، M و T بيروح بضل عندي هون 6 بساوي 2X، فإذا X بساوي 3. السؤال الثالث، بضل بدي أعرف هذا الجزء، هاي 6 و 8 فإذا هاي 10، تالي هي عشرة ناقص إكس، فأربعة بي إكس بي خمسة.
هلا الاثنين مع الأربعة بضل هون اثنين بخمسة عشرة، وهون ثلاثة بعشرة 30 ناقص ثلاثة إكس، هاي لهم سي 13، فإكس بيساوي 30 على 13. صفحة 193. قانون الثالث قانون كارنوت. هلأ إذا أخذنا نقطة ما لأعلى التعيين داخل المثلث، هاي مثلا M، فM نقطة كيفية داخل المثلث، منا رسمت أعمدة، فراح ينقسم كل ضلع لجزئين، واحد A واحد لا، بقول A مربع زائد C مربع زائد E مربع بساوي B مربع زائد D مربع زائد F مربع. فقارن بين هاي وهاي مشان تنتبه، هاي ضرب من غير تربيع. فالسؤال الأول، أربعة مربع زائد ثلاثة مربع زائد عشرة مربع بيساوي ستة مربع زائد، هلا عندنا اختصار هدول مع العشرة مربع، بضل عندي ثلاثة مربع وأربعة مربع كم بيساوي؟ 25، بالتالي إكس مربع بيساوي 25، يعني إكس بيساوي 5. السؤال الثاني، هدول القطعتين متساويتين، ف واحد اثنين ثلاثة، ت مربع زائد اثنين جذر السبعة زائد ت مربع. هل عنا ت مربع وت مربع بيروحوا، أربعة مربع 16 وهون 4 ضل 12 ناقص 12، 4 ب 7 28 ناقص 12 16، بالتالي إكس 4. السؤال الثالث، إكس مربع زائد إكس زائد واحد مربع زائد أربعة مربع، بعد هون ثلاثة زائد إكس زائد اثنين مربع زائد اثنين مربع، بدنا نفكفك. إكس مربع زائد 2x زائد 1 زائد 16، 9x مربع طيب هلا عنا هي x مربع و x مربع وضل وحدة إجباري، وفي هون هيخلص معنا هلا 2x وهون ناقص 2 إكس 17 ناقص 17، بالتالي إكس يساوي إما 0 أو 2. بس القانون الرابع، القانون الأخير ستيوارت. إذا عندي AD خط لأعلى التعيين، منه متوسط أو منصف أو كذا، بدي أحسب طوله.
ففي علاقة تعطيني طوله بدلالة الأضلاع والجزئين اللي عملهم. ب مربع ضرب سي هاي ضرب البعيدة، زائد كمان اي مربع ضرب دي كمان البعيدة عنا، يعني اللي بدي ربعه هو الضلع وبضرب بالجزء البعيد، على سي زائد دي يعني الضلع الثالث ناقص جداء هدول الجزئين. هلا هيك منظره غليظ، بس لما بتحل يعني سهله تنحفظ معك فورا. هاي اكس مربع بساوي 4 مربع ب3 زائد 6 مربع ب2 على 6 او 3 زائد 2 ناقص 3 ب2. هلا 4 مربع هدول 5 ما في اختصار. 4 مربع 16 ب3 48، 36 ب2 72 ناقص 6 72 48 120 على 5 خمس أيام. خمس أيام كم ساعة؟ الخمس أيام كم ساعة في يوم؟ هذا كله إكس مربع، فإذا إكس يساوي جذر 18 هو 3 بجذر 2. السؤال الثاني كمان تطبيق مباشر، إكس مربع بيساوي 6 مربع ب4 زائد 3 مربع ب2 على 4 زائد 2 ناقص 4 ب2 24 ب4 مو 24 36 ب4 في اختصار على 6، فبدل 36 6 ب4 24 زائد هون 2 ب3 ب3 فضل 3 بس ناقص 8. 24 ناقص 8 16 زائد 3 19، فإذا إكس بيساوي جذر 13. السؤال الثالث يلا، إكس مربع بيساوي 6 مربع ب2 زائد 4 مربع ب6 على 8 ناقص 12. 36 ب2 على 8 9 زائد 4 ب3 12، 4 من هاي و2 من هاي صاروا 8، فضل من 6 3 من 4 مربع 4 ناقص 12، فإذا x بيساوي 3. صفحة 104.